الوقفة رقم 8، الأولياء تصرفون في الكون، وقال الدليل بتاعه إني جاعل في الأرض خليفة. الشيخ الجفري وقدرات الأولياء. الأولياء عند الجفري يتصرفون في الكون، بل إن الشيخ الجفري يعطي أولياء الصوفية قدرات تفوق قدرات الأنبياء، التصرف في الكون. الله أعطاهم مقدرة، من ضمن هذه المقدرة أنه يعطيهم تصرف. احنا اتفقنا في الكلام من البداية أن الإنسان إيش خليفته؟ خليفة الله في الأرض، أني جعل في الأرض خليفة. إيش وظيفتك لما أقول لك أنا يا شيخ محمد أنت خليفتي في الدار لما سافر، إيش وظيفتك؟ ولا أنا في الدار بس أنت خليفتي في الدار، إيش معنى كلمة الخليفة؟ متصرف. هذا المقصود من خلافة، والذي يحقق حقائق الخلافة يصلح مع الله تعالى، يصرف الله. يا أخي الحديث واضح، ولئن سألني يعني اللي يبغاه ولا لا في الأصل. طبعا تفسير الشيخ الجفري لمعنى الاستخلاف من مفردات الشيخ الجفري الذي لن تجده عند غيره. فمن من المفسرين لكتاب الله تعالى فسر الاستخلاف في الأرض بمعنى تصرف الأولياء في الكون. قد لا تصدقون إن قلت لكم بأن أولياء الصوفية عند الجفري يتصرفون ليس في الدنيا فحسب، بل في الدنيا والآخرة والجنة والنار، ويدخلون النار من شاء ويدخلون الجنة من شاء، ولهم التفويض على تقطيع الجنة كيف شاء. إيش بدل الله؟ هل الله بس ملكه محصور في الكون؟ هذا اللي نعرفه في الدنيا والآخرة بس، وكما يعني تصريف الكون إذا محصور في الدنيا، يعني الدنيا والآخرة كلها، الكون هذا اللي نعرفه كله، هل هو كل ملك الله؟ لا لا لا، أقول على التصريف الولي، تصريف الولي حتى في الآخرة، حتى في الآخرة، حتى في الجنة وفي النار. لو ربي جعل ولي يدخل اللي يبغى الجنة، فلو قال لكم أنه ولي ربي خلى الجنة يقطع له على كيف يقطعها، والآخرة والدنيا وكله، بترجع بتقول ليش بقى ربي؟ فماذا أبقى ولله؟ يقولوا كده. نعم نعم، أقولها بعزة المؤمن، ماذا أبقيت لله تعالى؟ أما قال الله: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ده قال الدليل، وفسر براءه من راسه الجفري، لأنه الهوى ضربه طبعا، ولقى الغنوات مفتوحة له، غناة البحرين الفضائية وغناة شنو، فسنجر من راسه. قال جاعل في الأرض خليفة، قال الآن لو قلت لك أخلفني في البيت، معناته قلت لك اتصرف في البيت. يا أخي التصرف في البيت ده ما يستطيعه الإنسان، لكن أنت دار تستدل بهذه الحجوة إنه زول يتصرف في البيت بزول يتصرف في الكون بتاع الله، ينزل المطر يخلق مع الله سوا، يجيب الصيف وقت الشتاء، يقلب الشتاء وقت الربيع، يجيب الربيع وقت الخريف، عرفتها؟ ممكن لو زيج ساي الوالدة المرأة ما عمت له الشاي، ممكن يجر السماء يدقها مع الواطة. ده التصرف في الكون؟ ده ما التصرف في الكون؟ ده تستدل به على واحد قلت له تصرف في البيت وجيب الكوز وودي الموية وجيب الشاي، ده دليلك على زول يتصرف في الكون؟ ما في زول يتصرف في الكون أبدا أبدا، لأنه ربنا سبحانه وتعالى اختص بذلك وحده تبارك وتعالى. حتى الرسل ما يتصرفوا في الكون. ربنا قال للرسول صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء. تقول لي ولي يا جفري، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ده الرسول صلى الله عليه وسلم سيد البشر. وربنا سبحانه وتعالى يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ فأنا ما أصور زول يعتقد عقائد زي دي والقنوات مفتوحة له، ويستضيفوه بالسودان اللامادي جاي، ويستضيفوه وين، وهو داعية شرك وداعية لعبادة القبور وعبادة غير الله سبحانه وتعالى. ما في أحد يتصرف في الكون أبدا، ولو كان أحد يتصرف في الكون اللي يمنعون من الرد على الجفري، شوخ الصوفية اللي بيتصرف في الكون ديل يستطيعوا؟ ما يستطيعوا أصلا، يقولوا كلام باطل وكلام فارغ. أما معنى الآية إني جاعل في الأرض خليفة، قال البغوي: والصحيح أنه خليفة الله في أرضه، لكن لشنو؟ لإقامة أحكامه وتنفيذ وصاياه. إقامة أحكام الله عز وجل من التوحيد أهم حكم، باقي أركان العبادات الصلاة الصيام الزكاة الحج الحدود الشرعية غيره، وينفذ وصايا الله سبحانه وتعالى والأنبي والنبي صلى الله عليه وسلم. ده معنى خليفة، مش خليفة يتصرف في الكون. وقال ابن كثير: خليفة قوما يخلف بعضهم بعضا، أي قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل،
يعني الجيل ده مات بيجي جيل بعديه، الجيل ده مات بيجي جيل بعديه. هذا معنى الاستخلاف. مش الاستخلاف الله قال لهم اتصرفوا بالكون، نزلوا المطر وادوا الذريه واخلقوا مع الله. طيب ربنا رسل الرسل ليه؟ عشان يحارب الشرك اللي هو اقل من شرك الجفري اللي بدعوا له ده، وان كان ذاك شركي برضه بخرج من المله. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.